المغرب عاود تاني، المغرب فرقة زوينة، المغرب فرقة واعرة، ولكن أما نكذبوش صراحة والله العظيم إلا قوسنا عليها بالله. لا شيء اللي غيتلعب فيها الماتش الصراحة، مش هتفرج منتخب الجزائر أم مربوحة إن شاء الله. ترى أفشي شكلس عادي عادي والله، لا عادي خاوة شي خاوة خاوة. ما الصراحة كان واحد الماتش واعر، هذا ماتش زوين الصراحة. فهي الناس ديال الجزائر احنا خوت الحمد لله. على لي الفتنة صح دايزة عواشر، ربحتونا بيلانتيات ماشي مشكلة. هو كاينين شي وحدين والله العظيم الا قوصوا بالله، وكاينين واحد نو كاع ما عندهم العلاقة كاع بالكرة، واش بهذي الماتش كاين الكرة دخلت عليك بالله وقلت لي هذاك لا 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 راه ماشي هو الماتش هذاك، راه عندي راه كيقرب قوس لا صاحبي. وقلت لي ضربوا بربعة لزيرو وضربوا بثلاثة لجوج، ترى ماشي هذاك اصاحبي انت واش مالك مبوق ولا ما، وانت لا قلت لك اصاحبي راه هو هذاك ويلي اشك تخربق عليا. لا لا هادي هادي عاد غيلعبو دابا لعبة سميتو، بقيت عارف شكون لاعب كاع. المهم تحياتي لكم الخوت، الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لي لايك، تحياتي لكم، بيس.